من 2011 ونحن نستقطب فيكم شيتكم مضروبة. ادخل اخدم وقت اللي حاجتي بيك نلقاك. وين باش يلقاك؟ بيان سور ينكل بالمواطن في السبيطار، ينكل بالمواطن في السبيطار، وينكل بالمواطن في البوسطة، وينكل بالمواطن وين يمشي يقضي قضيته، وينكل بالمواطن باسبوري مازال ما حضرش وبطاقة تعريف ما حضرتش، وبرا روح البيرو مسكر تدخل البوسطة باش تخرج ماندا 14 جيشي، جيشي واحد يخدم. هذا شكون ما نكلم المواطن؟ تمشي انت للسبيطار مريض باش تعالج، هي ساقك مقصوصة يخليك غادي استنى لحظة حتى يجي الفيرم اللي قاعد يفطر. راهي مهزلة، راهي فضيحة، راهي اليوم الناس تخدم بلدية، راهو سيدي اليوم يخدم باش ينكل بيك. اقسم بالله العلي العظيم بريت بعيني في البيرو هذا، مفتاح البيرو في جيبه، حل الباب تخلى هو طفل، خرج ورقة هو طفل وسكر الباب مشي على الروح. يحبوا يضيقوا على المواطن باش المواطن يتفلقط وقت انتخابات يشريه ب 10 وب 20 وب 30 وب 40. اليوم الناس الكل محضرين مع بعضهم برجال الاعمال بالسياسيين يلزمنا البريود هذه نضيقوا على المواطن باش ما ينتخبوش قيس سعيد باش يقولوا له هذه تحب تنتخبوها الماكله غاليه لدار كعبانيه ورق كعبانيه ذو كعب. فهمت اش يعملوا؟ خلنا نرجع لكلام نزار، قالك عرضت عليه أموال طائلة من أجل خدمة أجندة نتاع أطراف تونسية مقيمة بالخارج خلال الانتخابات. هذه سياسة شراء ذمم، وهي آلية من الآليات المعتمدة، طبعا ماهيش مشروعة، آلية من الآليات المعتمدة لتزييف عقول الناخب. راهو مش كان العملية نتاع شراء الذمم بالطريقة هذه، اي ومؤسسات صبر الآراء اللي قاعدة ترتع وتعطي فيه مؤشرات ما عندهاش علاقة بالواقع. إضافة إلى ذلك الحملات الانتخابية وما يظهر فيها من ممارسات من شأن أنها تأثر على الناخب. تتكثر الكفوف نتاع الكسي والمقرونة والعشرة آلاف والعشرين دينار وصوت ورعتيك، هذه كل ممارسات عايدناها في العديد من المحطات. نتمنى أن نقطع معها، نتمنى أنه كل من يقع ضبطه في علاقة بتزييف ذهنية الناخب وتوجيهه يقع تطبيق عليه القانون كما يجب. هذا نتمنوه. إضافة طبعا المحاولة هذه أنا ما استبعدهاش، يقع شراء المدونين، يقع شراء الصفحات، شراء الإعلاميين لتوجيه الرأي العام. وأنا نتصور أن المواطن التونسي اليوم له من الوعي أنه قادر يميز وقادر أنه يحسب الأمر بعيد على الضغوطات. ولاحظناها في الانتخابات التشريعية والانتخابات الفارتة، ثم شكون يقبض فلوس ويصوت ضده. يعني الاسلوب هذا المجال بتاعه محدود. ثم نقطة أخرى باش تفاعل مع خويا معز في علاقة، وهو في الأساس في علاقة بسؤالك أنت حول الإيقافات والمودعين لدى القضاء اليوم. أنا في رأيي لا يمكن أن نسيس هذه القضايا. هذه قضايا مرتبطة بجرائم في علاقة بالمال العام، في علاقة بالإرهاب، في علاقة بجرائم يصنف القانون. أعطاها صبغة سياسية، أنا في رأيي فيه تجني. صحيح هو ينتمي إلى حزب معين، لكن نعرف جيدا اللي المافيا اشتغلت مع الأحزاب السياسية وأنشأت الأحزاب السياسية ووظفت الأحزاب السياسية في مرحلة معينة، وبالتالي تلك المرحلة ستفرز فاسدين وستفرز تجاوزات في علاقة بالمال العام. أن يحال شخص ولمجرد أنه عنده انتماء وعنده صفة قيادية في حزب معين نقول راهو تم الزج بالسياسيين في السجون، لا، نسر السؤال الأوضح، لماذا تم الزج به في السجون؟ شنو الجريمة بتاعه؟ هل أنه تم وضعه في السجن باطلا ولا بموجب أفعال يجرمها القانون؟ بالتالي رجائي لا نسيس هذه القضايا، لأنه هذا فيها إساءة حتى الجهاز القضائي، فيها إساءة المرحلة السياسية، وبالطريقة دي كل إنسان متسيس على رأسه ريشة وما عندش حكم حتى واحد لمجرد أنه عمل الباطل ينتمي إلى حزب معين. هذه وجهة نظر بتاع طبعاً 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 هم يلزم يشيطنوا، يلزم مجرد أنك توقف إنسان عنده صفة حزبية حتى مؤخرًا، فهمني، أو أحد المنتمين والمنتسبين الحزبي تم اعتقاله، وهي علاش تم إيقافه؟ تم إيقافه موجب اتهامات واضحة. وهذا علاش انا ناديت منذ سنه وسنتين، قلنا بجاه ربي القضايا هذه اعرضوها للراي العام، بثوها بث مباشر، خلي المواطن يقف على حقيقه هذه القضايا. وللاسف ثم تقصير
في السياسه التواصليه اليوم لوزاره العدل، سواء علاقه بالنيابه العموميه في 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 تونس او وزاره العدل، مفروض تعطي توضيحات كافيه. رغم ان اليوم بدات بعض الملفات في متناول المواطن، بدا يعرف علاش هذا متوقف وغيره لا. انا في رايي تسييس هذه المحاكمات مجانب للموضوعيه ومجانب للواقع، رغم اني اقول انه من باب العداله ان نرى جميع الملفات امام القضاء. نقطة ثانية أقول جميع الملفات، يعني أدرك جيدا اللي ثم مئات ملفات مودة على القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقاعدة غادي، ما زلنا ما قدرناش نفض على الغبرة. الجانب الثاني، تزامن بعض الإيقافات مع المرحلة السياسية هذه يثير التباس لدى المواطن ويخلي الناس تحب تسوق اللي المحاكمات هذه راهي عندها بعد سياسي، ثم شكون يسمعها؟ سيدي انت عندك عليه ملف تاع طبيب اموال، من وقتها فير الدعوه القضائيه ضده، مش قرب الموعد او من بعد الموعد تاقع الايقافات. وهذا نقد موضوعي نتوجه به للنيابه العموميه والاجهزه التي تسهر على تطبيق القانون اليوم. الجانب الاخر، نريد جميع الملفات، وللاسف هو ثم جهد كبير ياسر بذل في علاقه بملفات الفساد، ولكن انا نشوف اللي مازالت العديد من الملفات ونجم نطرقوا الى بعضها تحتاج الى ان ترى النور، وثم برشا عباد مفروض مكانهم السجن لان متاكدين من الادانه نتاعهم، متاكدين من الجرائم اللي ارتكبوها. متاكدين من الادانه نتاع بعض المدعين في سجن المرناقيه بتهم ارهابيه واضحة، وهنالك أحكام قضائية صدرت وأحكام قضائية في الطريق نحو الصدور، والناس هذوما هل لهم الحق في الانتخابات الرئاسية ولا لا؟ يظهر لي عندك برشا ما تعلق يا نزار. بقلبي معبي، انت مش نتفلقت، انا بالرسمي انا مش نتفلقت على خاطر الشيء اللي رافيه بعناية مخك يقف. اليوم فما، اليوم هذه فما حرب اسمها الحرب الباردة، حرب بارده من تحت لتحت. شنو هي الحرب البارده؟ كيفاش تبدا خويا معز؟ الحرب البارده هذيا باش تبدا بالشهاده المضروبه. بيان سور، اليوم الشهاده المضروبه اللي موجوده في الادارات. اليوم الناس اللي موجوده تخدم في السبيطار من دخلتهم حركه النهضه. اليوم الشهاده اللي دخلت المضروبه بتاع حركه النهضه والاتحاد وغيره 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 وغيره، اليوم موجودين في الدوله، موجودين في الصح، موجودين في البوسطه، موجودين في البلديات، موجودين في الداخلية، موجودين بارتو. اليوم باش يخرجوا، خليناكم الوقت الشدة، قبلناكم من 2011 ونحن نستقطبوا فيكم، شهيتكم مضروبة، ادخل اخدم وقت اللي حاجتي بيك نلقاك. وين باش يلقاك؟ بيان سور ينكل بالمواطن في السبيطار، ينكل بالمواطن في السبيطار، وينكل بالمواطن في البوسطة، وينكل بالمواطن وين يمشي يقضي قضيته، وينكل بالمواطن باسبوري مازال ما حضرش وبطاقة تعريف ما حضرتش، وبرا روح البيرو مسكر تدخل البوسطة باش تخرج ماندا 14 جيشي، جيشي واحد يخدم. هذا شكون ناكل؟ ما ناكل بالمواطن. تمشي انت للسبيطار مريض باش تعالج، هي ساقك مقصوصة يخليك غادي استنى لحظة حتى يجي الفيرم اللي قاعد يفطر. نمشي انا ما علاش عامل كارنيابي هذا؟ ماني باش تعطيني دواء، ما علاش برا شريه من برا؟ سيروم برا جيبه من برا؟ اسمه سبيطار هذا. هذا هو الداء، ولهذا يا خويا محمد رانا ما نجمو نقدمو وما نجمو زادا نمشيو للانتخابات ونكونوا مرتاحين نزاهه هلا جميع الموجودين في الادارات اليوم. راه اليوم قاعده تنكر بالمواطن على خاطر مع قيس سعيد. على خاطر اليوم تصور خويا معز البريود اللي فاتت الكل في العشريه السوداء اقصى تقدير الشهريه قداش قعدت دخلت الروتار للموظفين؟ نهارين ثلاثة ايام تاكل بعضها الدنيا تقف. اليوم وصلوا بريود نكلوا بالموظف بقات ثلاث جمعه وجمعتين والشهر ما دخلتش والمواطن ساكت. قبل كانت الزياده تزيد 50 فرنك الدنيا تتحرق، اليوم هاي الزيادات ورا بعضها والمواطن ساكت. عليه خاطر يعرف هذه لعبه ملعوبه نتاع رجال اعمال نتاع رؤوس كبار نتاع بنوك، يحبوا يضيقوا على المواطن باش المواطن يتفلقط ووقت انتخابات يشريه ب 10 وب 20 وب 30 وب 40.
اليوم الناس قاعدة تتآمر اليوم في الإدارات. إيش معنى دخلت الإدارة من الإدارات أنا البارح؟ مخ يقف. إدارة كبيرة معروفة. دخلت لها قابلت بي دي جي نتاعها. مشيت نشكي يا خويا للمواطنين بالخارج. ومشيت بأدلة ما مشيتش فارق. 4000 بيرو. 5000 خدام. على حاجة. كيفاش دخلوا؟ 3 طيارات عندنا ولا 10 طيارات. 4000 خدام. على 3 طيارات و4 طيارات. تقصد التونيسير انت؟ يا ودي الستيان والتونيسير ونقصد الكل يعني. انا الكل نعرف. راهي مهزلة، راهي فضيحة، راهي اليوم الناس تخدم بندية، راهو سيدي اليوم يخدم باش ينكل بيك، أقسم بالله العلي العظيم بريت بعيني في البيرو هذا، مفتاح البيرو في جيبه، حل الباب، دخل هو وطفل، خرج ورقة هو وطفل وسكر الباب مشى على الروح. صدقني مخك يقف، بنية وفيونس وعالم آخر، إيش عنا نحنا؟ هذي ما كسبنا بطة ولا زوز. هذي ما كسبنا 4 طيارات. شي تمشي انا نمشي اليوم اليوم سيدي اخوي محمد اليوم الناس الكل محضرين مع بعضهم برجال الاعمال بالسياسيين يلزمنا البريود هذه نضيقوا على المواطن باش ما ينتخبوش قيس سعيد باش يقولوا له هذه تحب تنتخبوها الماكله غاليه لدار كعبانيه ورق كعبانيه ضو كعب فهمت اش يعملوا